لحضراتكم من جديد. يعني يكفي ان انا اقول لحضراتكم ان بطوله الدوري العام للرجال 13 سنه على التوالي بالنسبه لتنس الطاوله. السيدات شرحوا نفس الكلام، ولكن يمكن في سنه في منتصف ال 13 النادي الاهلي فقد اللقب، ولكن رجع استعاده تاني في الموسم اللي ورا على طول. وده عبقريه تنس الطاوله في النادي الاهلي، ومش بس جوه النادي الاهلي، لا قدمت ابطال لمنتخبات مصر على مدار التاريخ. في البدايه برحب برئيس الجهاز والمدير الفني الكبير والقدير الكابتن اشرف فتاح. اهلا بيك يا كابتن. اهلا كابتن عايز. منورنا، والف مليون مبروك على موسم ناجح بكل المقاييس. الله يبارك فيك. بنرحب بالكابتن عادل شومان مدرب عام السيدات، واحد يعني الجنود المجهوله في هذا الانجاز الكبير في النادي الاهلي. اهلا بيك يا كابتن. كابتن هيثم حبيبي، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وفق دايما. الله يبارك حضرتك. ربنا يحفظك. بنرحب بالكابتن احمد عياد مدرب السيدات. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا والف مليون مبروك. ربنا يخليك كابتن. منورنا كابتن اشرف صبحي مدرب السيدات، ويمكن من احد المدربين رجال. مدرب الرجال انا اسف، واحد المدربين اللي لهم دور كبير جدا، وخرج على ايده الكثير من اللاعبين، وما زال حتى الان يعني بيخرج اساتذه كبار ولاعبين كبار. الكابتن اشرف صبحي اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك كابتن ياسر. معلش طبعا خير على الكلام الجميل ده. الفوز رجال وسيدات بيخلي الواحد يتلخبط. معلش طب معلش حقك عليا، بس ما اسمي طلع مرتين كده رجال وسيدات. ايوه بالظبط. الله ينور حضرتك، حضرتك يعني قامه كبيره. الله يكرمك. والواحد بيبقى سعيد بالفوز ده. ربنا يكرمك. يمكن اجي لك كابتن اشرف، التقينا في شهر 8 واحتفلنا بالبطوله العربيه، وعدتنا ان الموسم ده هيكون موسم جيد بعد عوده عمر عصر وتوقيعه معانا لسنتين. شايف الموسم ازاي يا كابتن؟ طبعا احنا بدانا الموسم فعلا في شهر 8 او في شهر 7 كمان بدانا الموسم، واستعدينا. كان الانديه العربيه في الاردن في شهر اخر 8 قدرنا نجهز رجال وسيدات ونستعد للبطوله كويس، وعدينا العده تمام يعني الحمد لله في التمرينات واللعيبه المحترفه بينا كده، وقدرنا نكسب الانديه العربيه هناك الحمد لله. وبعد كده الوعد اللي هو كان بنهايه موسم حلو ان شاء الله، وتقريبا من ساعه الانديه العربيه لغايه شهر 5 احنا ما لعبناش يمكن غير بطوله فرديه واحده بس. الانتخابات والمشاكل اللي حصلت تاجلت الدنيا كلها. بالزبط. طب يا كابتن، يعني البعض يتساءل عدم مشاركتنا في بطوله افريقيا السنه دي، هل كانت رؤيه فنيه؟ كنتوا شايفين الوضع ازاي؟ ولا كان ليك رؤيه فنيه في هذا الامر؟ هو القرار كان قرار مجلس اداره النادي، فهم راوا ان يعني ان احنا ما نشاركش في البطوله ديت. فطبعا احنا كنا جاهزين لكل دايما جاهزين يا كابتن، يعني جاهزين لكل القرارات، دايما كل الاحتمالات هنشارك. احنا جاهزين مش هنشارك برضه، احنا بنستعد وبنكمل استعدادنا للدوري. اكيد المجلس له رؤيه واكيد تحترم، وانتم جاهزين في اي وقت تشاركوا زي الجندي في المعركه، انا رايح بشارك. بالظبط كده. طب يا كابتن، خاصه ان بطوله افريقيا كانت في النص بين الدوره المجمعه الاولى والدوره المجمعه الثانيه، تبقى صعبه جدا. فاحنا كنا جاهزين لكل الحالات الحمد لله، كل حاجه كنتوا جاهزين ليها. يمكن حضرتك مجهز سكواد محترم جدا في الرجال والسيدات، حاجه يعني بجد بسم الله ما شاء الله. انا قلت يمكن سالت سؤال كنت عارف اجابته، هل احنا محتاجين اجانب او محترفين؟ كل اللاعبين قالوا لي لا طبعا. احنا زي ما حضرتك شايف ازاي يا كابتن الموضوع الاحتراف والاجانب؟ والله احنا حاولنا نجيب فعلا، يعني اتكلمنا مع احد اللعيبه المحترفه، وللاسف جاله اصابه جامده، وحتى صور لنا ان هو متجبست رجله وصورها لنا وما قدرش يجي معانا. ف كنا نقدر، انما يعني هو دايما ولاد الاهلي، انا اقول لحضرتك حاجه، ودايما ولاد الاهلي لما بيتحطوا في مواقف صعبه، هو اول مره تحصل في يعني في الفتره العشر سنين 15 سنه اللي فاتت ان في النادي يجيب لعيب محترف معاه وهو جاي. يعني يجيب معاه محترف وهو بيلعب الدوري. فكون ان النادي المنافس جاب لعيب محترف، ده بقى فيه ان احنا نجابه الكلام دوت. فاحنا فعلا اتكلمنا مع لعيب اجنبي، بس هو يعني حصلت له اصابه. فانا بتكلم في حته ان اولاد النادي وروحهم والجهاز الفني اصمم ان البطوله دي ما تخرجش من عند الاهلي بالرغم الصعاب، ان احنا المحترف اللي اتكلمنا معاه ما قدرش يجي يعني. الحمد لله قدروا ان هم جهزوا لعيبتهم كويس قوي، جهز اللعيبه، واللعيبه قدرت ان هي تقوم بدور جامد جدا في الدوري، ونقدر نكسب البطوله. هي يمكن كان من اصعب البطولات الدوري، كل النجوم، بس كانت من احلى بطولات الدوري اللي احنا كسبناها. الحلاوه عشان صعوبتها الحمد لله. طبعا خلي بالك كابتن، يعني انت لما تجيب محترف لازم محترف جامد جدا. انت عندك عمر عصر، عندك السيد داشين، عندك بيلي، عندك انا مش عايز انسى شومان. هو عمر كان ظروفه بس ما كانش تسمح له ان هو يتسجل معانا، لان تسجيل اللعيب المصري انتهى في وقت كان
كان يعني هو اول برضه واول مره برضه من فتره طويله ان الدوري يبقى في شهر 5. احنا على طول بنبقى في 3 وبالكثير في اول 4. التوقف اللي حصل فالتاخير ده بقى يسمح لعمر ان هو يشارك، بس ميعاد تسجيل عمر انتهى من تقريبا من شهر 12 او 1. ما طبعا لان هو في الطبيعي الدوري كان بيجي في 3، فما كانش هتسجله ازاي، هياخد مكانه ومش هيلعب، انما بعد كده ما قدرناش نسجله. بس الحمد لله بكمية المقاييس يا كابتن، يعني وعدت فاوفيت وان شاء الله مستني منك المزيد ان شاء الله. طبعا اجي لك يا كابتن عادل، يمكن النهارده كان عندك مسؤوليه كبيره السنه دي، الفرقه كلها قوت نفسها، جزيره الورد بقت فرقه كويسه جدا، كانت منافسه صعبه في قطاع السيدات بالذات، ويمكن الماتشات كانت ماشيه لاخر وقت يعني كلوز جيم. شايف الموسم ازاي، وهل تغلبنا على الصعاب دي ولا لسه عندنا كمان؟ لا هو اكيد احنا لسه عندنا كمان، هو فعلا الموسم كان صعب جدا، عندنا لعيبه بتلعب بره كتير، عندنا حصلت اصابات في الفرقه، بس الحمد لله كان يعني كل اللعيبه كانت جاهزه. عندنا مثلا واحده زي هانا جوده، دي برضو يعني من ضمن الحاجات اللي هي بصراحه كنا مشفقين عليها جدا، لان هي يعني لعبت المجمعه الاولى وبعدين سافرت معسكر، من المعسكر على امتحانات الاعداديه على بطوله افريقيا على المجمعه الثانيه، وطبعا حضرتك البطوله كانت في نيجيريا، يعني كاس افريقيا كان في نيجيريا. فتخيل حضرتك ان هي جايه يوم 29 الساعه 10 بالليل، والمجمعه الثانيه يوم 30 يوم 30 الصبح. يا خبر ابيض، يعني 24 ساعه وهي جايه من نيجيريا، بعد يمكن حوالي 18 16 ساعه طيران، ده لو جت رصيد يعني. فيعني شهر كامل هي ما لحقتش، وبعدين في وسطيه كمان امتحانات الاعداديه بتاعتها، يمكن حتى امتحنت هي نص المواد ونص المواد اجلته كمان. فكنا يعني الحمد لله يعني ربنا وفقنا الموسم ده جدا جدا. وانت استعدت له مع كابتن اشرف بان انتوا حطيت سكواد محترم، حطيت مجموعه كبيره. هو الكابتن اشرف يعني احنا يعني كان تملي حريص جدا ان احنا نتمرن على فترتين، صبح وبعد الظهر فعلا، وكمان مش اكتر يعني اكتر من كده، ان اللعيبه مثلا ظروفها ما بتسمحش ان هي مثلا تيجي الساعه الصبح. احنا تمريننا 8 من 10 ونص ل 12 ونص، ومن 7 ونص ل 9 ونص. فاللعيب مثلا ظروفه لظروف المذاكره وظروف الجامعه، طب يا كابتن معلش احنا هنيجي الساعه 5، تعالوا الساعه 5. برافو، يعني انتوا بتعملوا بتادبت او بتوفر حسب وضع الجهاز، حسب اللعيب، حسب اللعيب، عشان الهدف اللعيب يتمرن، مش هنعمل معاد وخلاص. بالظبط كده. برافو. بالظبط يعني، فكنا كنا موفرين الوقت لاي لعيب عايز يتمرن في اي وقت، كنا يعني الصبح يجي 10 يجي. بالظبط كده. وكل حاجه فالحمد لله، يعني احنا فعلا هو موسم كان صعب جدا يعني، والحمد لله ابتديناه فعلا زي ما كابتن اشرف قال، ربنا كرمنا في شهر 8 بطوله الانديه العربيه، والحمد لله انا هنا بالدوري الحمد لله. يمكن انتوا بداتوا الموسم الحمد لله، وانتوا اللي ختمتوا الحمد لله، وان شاء الله السنه الجايه كده يا كابتن، ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ونحتفل بالمكسب ان شاء الله يا كابتن ياسر. كابتن احمد اجي لك برضه نفس الكلام اللي قاله كابتن شوماني، يمكن حضرتك يعني اكيد شغالين وفريق عمل واحد، كان عندكم صعوبات كثيره جدا، اللعيبه مواعيدها، اللعيبات بتروح وبتيجي، عندك لعيبات كان في اصابات زي ما قال كابتن عادل يعني. طب شايف الموسم ازاي، وشايف احنا الموسم اللي جاي هل هيبقى عندنا نفس المشاكل ولا الدنيا ان شاء الله المفروض تبقى احسن؟ لا هو الموسم اللي فات طبعا كان صعب زي ما كابتن عادل اتفضل وكابتن اشرف، كان طويل جدا، احنا كل سنه متعودين ان احنا بننهي الموسم في اخر شهر 3 او اول شهر 4، المره دي احنا مخلصين اخر 6 في اول 6. فالموسم كان طويل جدا، واحنا طول الوقت في فتره توقف فيها البطولات خالص، واحنا طول الوقت شغالين بنفس القوه وبنفس الحماس كان في بطوله بكره بالظبط. صحيح، ما وقفناش تمرين خالص، بنتمرن فترتين كل يوم. فالحمد لله احنا دايما فرقتنا جاهزه، والثمان لعيبه اللي بيتسجلوا في القائمه بتاعه الفرقه بيبقوا كلهم جاهزين لاي وقت، ان اي واحده تنزل في اي وقت بتادي اللي عليها وبتبقى قد المسؤوليه الحمد لله. طيب يعني بالنسبه للاصابات، بالنسبه مثلا عايده بتلعب بره في المانيا، الامور دي مش هتاثر علينا السنه الجايه ولا كل ده محسوب يا كابتن؟ لا كل حاجه كل حاجه الحمد لله عاملين حسابها، الاصابات دايما بنتعامل معاها، الدكتور النادي دايما بنتصرف بسرعه وبنأهل اللعيب بسرعه ان هو يرجع في اسرع وقت، زائد ان اللعيبه اصلا اللي موجوده في الفرقه كله يعني اي حد بيغيب بيبقى فيه ليه بديل كويس. صحيح. طب شايف يا كابتن يعني الاجيال دايما، اي جمهور النادي الاهلي في العادي بيبقى قلقان يعني عايز يعرف فرقته في اي لعبه، الاجيال هل انا عندي اجيال وعندي يعني الفرقه بتاعتي فيها جيل الخبره، يعني نادي الدولات اللي طبعا كابتن فريق ونقول لها مبروك كانت المفروض تبقى معانا كابتن فريق، عندك المجموعه من اللاعبات الوسط، عندك مجموعات من اللاعبات الصعيدات، التركيبه دي عندنا
احنا عندنا لا عندنا التركيبه دي طبعا، عندنا لعيبه كبار. قول كده يعني احنا عندنا مثلا لعيبه صغيرين زي هنا جوده وزي فريد عبد الناصر وزي ساره، لعيبه يعتبروا لسه ما وصلوش للايفنت بتاع السيدات لسن السيدات. وعندنا عايده ونادين يعتبر هم من الجيل اللي هم الاكبر شويه في السن. وعد ان شاء الله، ووعد عندنا وعد لسه راجع لنا السنه دي، والسنه الجايه ان شاء الله هيبقى في تدعيمات كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. فاحنا الحمد لله عاملين حسابنا الحمد لله على الموسم الجاي، وبنجهز كويس الحمد لله الموسم الجاي، فعندنا كل الاجيال الحمد لله يعني. صحيح. الحمد صحيح. لله. طب كابتن اشرف اجي لحضرتك، يمكن على مستوى الرجال يمكن المنافسه كانت شرسه جدا. يمكن كابتن اشرف تفضل وقال ان كل فرقه جايبه محترف. ونادي الزمالك يعني هو يعني عنده سياسه معينه كده انه بيحاول يجيب اجانب في وقت المنافسات، عمل كده في الطايره وايضا في السله وفرق كتير بيجي في وقت المنافسات اللي هي بقى فيها حسم الدوري ويجيب اجانب بارقام كبيره عشان يحسم اللقب، غير النادي الاهلي. النادي الاهلي بيشتغل موسم كامل. شايف الموسم ده كان صعب؟ شايف خططته ازاي؟ قريته اللي بيحصل ده ازاي؟ هو طبعا موسم صعب جدا، بس اول حاجه احب اتكلم فيها النادي الاهلي صراحه من زمان عامل لنا روح حلو، مفيش حد بيكسب لوحده. نعم. مفيش حد بينسب المكسب لوحده. حتى الكابتن اشرف لما تيجي تكلمه تقول لك يقول لك والجهاز. صحيح، كل ما اكلمه يقول لي والجهاز. والجهاز. الله ينور عليك. صحيح. فدي من احسن حاجه في النادي الاهلي يعني في محبه وموده اللعيبه. فبتبتدي من الكابتن محمود ومجلس الاداره والكابتن خالد طبعا. والكابتن اشرف بقى يعني بنشكره، انا بشكره ذات نفسي عشان الثقه اللي هو بيدهني. لان انا عارف ان هو بيبقى عنده مشاكل كتير قوي ما حدش عارفها، فيمكن انا يعني هو في محبه ما بينه وما بينه عشان بعض كلام هنا باجي اقوله له فبيقول لي على المشاكل وبتاع، فبفضفض معاه وهو بيحافظ. عنده مشاكل فرقه السيدات والرجال، وعنده مشاكل مع الاداره ان هو طالب المطالب اللي طالبها اللعيبه وممكن ايه بتوافق عليها ولا لا، ففي مشاكل كتير جدا طبعاً جدا. طبعاً هو الهيد كوتش هو اللي عنده كل شيء. خلي بالك هو كابتن اشرف في حته، معلش انا اسف يا كابتن، اشرف فتاح من نوع الكتوب ما بيتكلمش، يعني اوقات ابقى عايز اطلع منه المعلومه هو بيبقى ماسك ومثبت في المعلومه مش عايز فيعني ان هو يثق فيك ويتكلم معاك. انا بشكره الحته ديت. هو وهو في ناس كمان هو كمان شايف شغله ودغري، فممكن تلاقيه مثلا ايه ما بيتصلش ببعض مجلس اداره كتير او فيقول لك لا ده لكن على جنب شويه. لا هو شايف شغله في الصاله. مركز مركز. بيجي له مشاكل كده لدرجه على فكره بقول ساعات بيتنرفز علينا. كابتن اشرف بيتنرفز؟ انت بتتنرفز يا كابتن؟ لا قول كلام غير ده يا كابتن. عنيف كده في الصاله. لا عنيف اللي هو عمل ايه؟ اللي هو مثلا سكت ده عنيف عليه. لا يعني بامانه لا ما يبانش عليه خالص انه متعصب. لا طب قول لي ايه الصعيد ايه يعني قول لي على موقف السنه دي كان صعب، يعني احكي لي كواليس بقى، الناس تحب تسمع الكواليس وكمون الاهلي. كواليس مثلا مباراة مهمة، مباراة مع منافس، ليلة قعدتوا تفكروا تقولوا ليه تعملوا مين ومين ينزل لمين؟ هو يعني حضرتك الكلام انت تقوله ده كان في الأندية العربية. كان في مشاكل كتير جدا قبل الأندية العربية في الفرقة، والحمد لله ربنا كرمنا وإيه والنادي استقر على رأي معين ورحنا فروحنا بعد المشكلة دي على طول. فكان في اختبار كتير كبير لينا، وكان يعني مدير النشاط كان مسافر معانا كابتن روح وكان حاططنا تحت الميكروسكوب. وكل ماتش يسالنا طب انتوا لعبتوا ده ليه وانتوا لعبتوا ليه ده ليه بتاع، هو برضه مسافر عشان يجيب كل واحد حقه طبعا يشوف المشاكل اللي كانت موجوده. يجي بعد النادي ده. فاحنا كنا محطوطين تحت ضغط جامد، الكابتن اشرف انا وهو محطوطين على تحت ضغط، يعني مش عايز اقول لك كان بياخد منكم وقت طويل في التفكير. لا والكابتن روف كان يفضل يسال طب دي ليه طب ودي ليه، والقرعه دي محطوطه ليه طب وسيد لاشين نزل ثالث ليه. فكان بيكلمكم في الفنيات. وكان بيقعد يتفرج على ماتشات ثانيه المنافسين. بيقول لك طب كان بيمشينا كان بيقول لك يا كابتن اشرف خد فرقتك واطلع الفندق. وهو كان يقعد في الصاله يتفرج على ماتش المنافس. دي كواليس انا ما اعرفهاش. يقعد يتفرج مع المنافس وفريق ثاني وبعد كده يبقى يجي لنا الفندق. طب والله ده عشان نشوف ان احنا صادقين في كلامه ولا لا. طبعا دي خبره الكابتن رؤوف. واحده كانت علينا بقى ايه يعني لود زياده. يعني البطوله هو عايز كابتن رؤوف راجل يعني حنكه عايز هو يعني يكون مشارككم في الامر. طبعا كابتن جميل يكون معاكم. كابتن رؤوف يكون مشارككم في الامر وعارف وحاسس بيكم وعايز يعرف ايه مشاكلكم عن كوره. طبعا اكيد وده تقريبا كان ممكن يكون قرار من مجلس الاداره ان هو يسافر معانا عشان يتقرب شويه ويشوف المشاكل. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا في الانديه العربيه دي كرم، لان كان ماتشات صعبه. يمكن كانت غايبه عنا. كانت ماتشات صعبه جدا.
المحترفين كانوا جامدين. يعني في ولد كان بيكسب عمر عصر في النهائي ده كان كسبه مرتين قبليها. صحيح انا فاكر. انا فاكر. وحتى في المباراه تقريبا يعني عمر كان معانا صح؟ كان معانا. كان طلع على عمر. خلاص كان 2 كل و6 2 و9 5 وقلب النتيجه عمر في الاخر. فانا يعني كنت اتكلمت مع عمر حتى قلت له يا عمر ركز شويه عشان احتمال ان شاء الله تكسب في الجوز فوق. فانا بقول له كده عشان فرحه معنويه. فربنا كرم واحنا فعلا وصلنا للشوز 10 كل وراح كسبان. فبعد الماتش بيقول لي انا افتكرت كلمتك. فقلت له ده انا بقول كنت بقول لك كده عشان ارفع روحك المعنويه وانا ما اعرفش علم الغيب. لا ده احنا كنا رايحين في حته ثانيه. ده الحمد لله ان الحمد لله. لا كملت بقى كملت موضوع الدوري دوت المحترف. ما كناش متوقعين في اول الموسم ان كنت بتتابع مع كابتن اشرف بتقعدوا ازاي تقولوا لا ده هينزل قصاد ده وهنختار مثلا بيه اللي يلعب قدام المحترف ده ولا نختار دي على طول دي بقى الشغل بتاعكم بقى الفني. صح ولا لا؟ لازم نقعد عشان دي في تركيبه لعيبه على لعيبه. صحيح دي كانت بتبقى صعبه كابتن اشرف كان الموضوع ده بياخد منك وقت كبير بالذات الماتش الاخير. يعني احنا الماتش الاخير انا فاكر الكلمه اللي قلتها للكابتن صبحي احنا معانا 3 قروش وقرشين. احنا هنشتغل على 3 قروش دول لازم نكسب ونشتري بالثلاث قروش دول. وده اللي حصل الحمد لله ان احنا قدرنا نكسب الثلاث لعيبه المصريين اللي في الفريق المنافس نجيب بيهم الماتش. برافو. وده اللي حصل ان احنا كسبنا 3 ماتشات وخسرنا ماتش الاجنبي اللي احنا كنا عاملين حسابنا والله ولادنا جابوه اهلا بيهم. ما جابوش يبقى انا ضامن نجيب الثلاث. يبقى انا بلعب على الثلاث. ده الشغل المدير الفني. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نكسب الثلاث ماتشات اللي احنا عايزينهم. ده كان عندنا مشكله كبيره في الدوري كان هيكسب الاجنبي برضه بس قرب جدا مش كان طلع 2-0 باين عليه. طلع 2-0 بعد كده. المجموعه الاولانيه لما كسبناها الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا الزمالك 3-0. نعم. وكان محمد شومان كسب الاجنبي 3-2 برضه كان كسبان 2-0 الولد جابوا 2 الكل وراح كسبان 3-2. ليه بقى الدوره الثانيه كانت صعبه علينا؟ الولاد حسوا ان هم يعني كسبوا بجداره وريحوا شويه. نعم. كانت مشكله معانا. كنت بكلم الكابتن اشرف في الماتشات الاولانيه بقى في المجموعه الثانيه اللعيبه بقت تكسب 3-2 بالعافيه اللعيبه المصريه. فالكابتن اشرف وعيونه بتبص لبعض. فقلت له يا كوتش رحت لا جمعهم ما ينفعش تروح مجمعهم على طول. لهم يا جماعه انسوا الدوره الاولانيه. صحيح دي الدوره الثانيه بتاعت المكسب. لا يمكن هي حته كان الثانيه دي هي الدوره الاولى. دور النهايه كان هي الدوره الاولى. انسي الدوره الاولى خالص. حته نفسيه بالظبط كده. بنشتغل على اننا بنلعب بالدوره الاولى لسه من اول وجديد. صحيح. والحمد لله ده اللي حصل ان هم شدوا حيلهم. الرجاله صراحه الرجاله انا بشكرهم. طب يعني خليني اسالكم يا كباتن برضو سؤال يعني سالته كل ضيوف اللي جه. طموحاتك ايه؟ يعني انت بتفكر في ايه السنه الجايه؟ خلينا على اقرب سنه. اتفضل يا كابتن. احنا السنه الجايه ان شاء الله بنطمح ان نكسب انديه عربيه وفي انديه افريقيه كمان ان شاء الله السنه الجايه. سمعت. وان شاء الله نشارك فيها ان شاء الله يعني نشارك فيها. ودوري باذن الله ولو في كاس مصر ان شاء الله نقفل الموسم الاربع بطولات زي ما احنا متعودين ان احنا نعملها. قدها وجودك يا كابتن. سريع على كابتن برضه طموحاتك. برضه نفس الموضوع ان شاء الله لو ربنا كرمنا وشاركنا في الانديه العربيه والانديه الافريقيه ان شاء الله نكسبها والدوري ان شاء الله نحافظ عليه وان شاء الله لو في كاس نحافظ عليه ان شاء الله ونختم كويس ان شاء الله. حلو الروح دي وحلو الروح الايجابيه يا كابتن اشرف برضه نفس الكلام. والله انا يعني طبعا المكسب اهم حاجه بس انا يهمني ان الروح بتاعت الفرقه الحمد لله تفضل كده على طول. يعني انا حبيبها كانت الروح زياده يعني كان حلو قوي كان جميل. اول ما كسبنا الماتش الولاد راحوا شفتنا على بعض ولفوا دي انا بقالي كتير قوي ما كنتش شفتها. وانا قلت لهم بقالي كتير ما شفتش الروح ده. محمد البيلي صراحه انا بشكره ادى الفرقه روح جامده وكان تشجيع. والكابتن سيد لاشين قام بدوره ككابتن بره الترابيزه وجوه الترابيزه. انا بشكره شكر خاص له يعني. شكرا ليك يا كابتن واجابه جميله ربنا يوفقك ان شاء الله ونروح تفضل زي كده يا كابتن احمد. طبعا زي ما الكابتن اتفضلوا ان احنا بنحافظ على البطولات اللي احنا كسبناها وفي حاجه بس احنا عايزين نقولها ان احنا السنه دي كسبنا البطولتين الانديه العربيه والدوري بدون خساره اي ماتش. الحمد لله. فبنحاول ان شاء الله السنه الجايه ان احنا نحافظ على الكلام ده ونعمل اداء كويس ان شاء الله ونحافظ على كل البطولات. ده وجود يا كابتن احمد. معلش يا كوتش هجيب بس سيره الناس اللي ما جاتش معانا. طبعا اتفضل. خالد عصر ومروان ومحمد شومان طبعاً. الناس دي برضه شاركت معانا في البطوله طبعاً. وكابتن احمد عبد السلام مدرب ال 19 كان بيساعدنا في الرجال وكان بيجي الماتشات كل يوم حتى لو مش قاعد في الفندق. فانا بشكرهم. صحيح. احنا بدون صوت مبسوط حضرتك بنشكر الجهاز الفني كله والجهاز الاداري طبعاً كمان طبعاً. الجهاز الاداري قام معانا بدوره برضه كبير والدكتور والكابتن محمود اللي طبعا
مجلس الاداره اكيد طبعا واقف معانا على طول. ما احنا هنتكلم على الكلام ده بس خلينا في الفقره اللي جايه بقى التورته وكده ونشكر بقى كل طبعا الغائبين. كابتن اشرف بشكرك نورتني وشرفتني. كابتن عادل بشكرك نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. كابتن احمد بشكرك. ربنا يخليك. كابتن اشرف بشكرك. شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل، هنرجع بعد الفاصل. التقليد اللي احنا يعني متبنينه في قناه النادي الاهلي ومحافظين عليه مع كل ابطالنا وهي التورته، هنقطع تورته مع بعض بهذا الانجاز الكبير. ما تروحوش بعيد عشان نتكلم عن الغائبين الحاضرين النهارده ولكن بعد الفاصل.